الطعام المصري. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمرو، واهلا بكل المصريين اللي سمعنا. ايه الاخبار اللي عندك؟ والله انا مش عارف اقول لك ايه. احنا دلوقتي النهارده اليوم السابع اللي احنا قاعدين على البوابه. كنا من يومين وصلنا لحوالي 3000 طن، كنا يعني 120 شاحنه، دلوقتي وصلنا لاكثر من 200 طن مقربين على اكثر من 200 شاحنه مقربين على 4000 طن. الناس طبعا في غزه دلوقتي يعني زي ما المصريين كلهم عارفين، البنج خلص منهم، المضادات الحيويه خلصت منهم، الاكفان خلصت منهم. يعني دلوقتي حتى يعني كنت لسه بتكلم على سي ان ان من شويه، الناس مش عارفه تطلع الميتين من تحت الانقاض. فدلوقتي غزه بتتحول من اكبر سجن مفتوح في العالم لمده 70 سنه الى غالبا هتبقى اكبر مقبره في العالم، وده طبعا العالم كله قاعد بيتفرج، بالذات الدول الغربيه، واضح ان ما عندهمش مشكله في الموضوع ده. فاحنا بالنسبه لنا يعني موظفين اغاثه، احنا قاعدين على البوابه لغايه ما نوصل. طب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ هل راصد اي حركه، اي بشاير، اي شيء؟ طبعا راصد بشاير. يعني هو الامين العام احنا طبعا كان عندنا الصبح، ودلوقتي يعني دايما انت شايف من الفيديوهات. انا طبعا ما عنديش تلفزيون قدامي، فمش عارف ايه لحضرتك الصور اللي عرضتها، بس انا جات لي بعض الفيديوهات. الناس طبعا في العريش دلوقتي، يعني انا ببني العريش ورفح. هل جالك اي خبر ان انتوا ممكن تدخلوا دلوقتي او بكره الصبح؟ ممكن، بس كذا مره الناس اللي هناك الطرف ده بيرجع في كلامه. احنا دلوقتي واحنا على المعبر عند رفح، انت كل شويه كل نص ساعه تسمع ضرب صواريخ اقل من كيلو يعني حواليك. فيعني ممكن يرجعوا في كلامهم، بس دلوقتي احنا المفروض يعني اللي اتفقنا عليه ان احنا الاولويه للادويه، وهي دي فعلا الاولويه القصوى، ان احنا ندخل الدواء للناس هناك، ندخل لهم بنج، ندخل لهم مضادات حيويه، ندخل لهم مستلزمات جراحه. نتمنى من الله ان دلوقتي زي ما انت شفت من الفيديوهات، انا عارف غالبا ممكن قصدك على انهي فيديوهات، لحد دلوقتي بنحاول نعمل ريالوكيشن ونحط كل حاجه، يعني الاولويه تبقى للدواء كله. فهنخش النهارده او بكره، انا متعشم في الله خير، وفعلا ده الصح، الاولويه ان احنا نخش بالادويه. على اي حال يعني في كل الظروف احنا مش ماشيين قبل الحياه تدخل ان شاء الله. ربنا معاكم، مجهود عظيم، وده مش غريب عليكم. شكرا ليك يا فندم. مش غريب على المصريين، دي فلوسهم وده خيرهم. الحمد لله، شكرا ليك فندم. الله يكرمكم. احنا برضو يعني عندنا زميلنا محمد الرئيس.